تعمل من بون اكسيون قابلها في العمل الانسان وتجي بلافي تاع الجمعيه وتقدمه للعماده ويدخل ايضا في التنقيط راح تاخذه وتاخذ به ديبلوم هذا مهم جدا نستطيع ان نصل الى لو موديل دو لا سوسيتي سيفيل المجتمع الامريكي للحصول على مكانته كمواطنين كانت الناس الخير من اول هيئات المجتمع المدني كانت مسجله على مستوى لندن وعلى مستوى لينابي Thank you.